يا اهلا بالفيلم هوية. النهارده هلخص فيلم الاكشن والجريمه Deliver Us From Evil واللي تم اصداره سنه 2020. لكن قبل ما نبدا، لو انت جديد معنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات، وده علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. بيبدا فيلمنا مع واحد اسمه إنام، وده ضابط كوري محترف، وبنعرف ان في ناس من القوات الخاصه عايزه تقتل الرجل ده، وكمان عايزه تقتل الفريق بتاعه، وده بسبب انهم نشروا معلومات خاصه عن اخر مهمه عملها، وما كانش ينفع المعلومات دي تتقال لحد. وبيجي الرئيس بتاعه اللي اسمه سونج ويقول له انا عايزك تسيب المدينه دي فورا. لكن إنام بيحب واحده كوريه اسمها يانج جو، وكانت الاوامر ان هو يسافر بعيد عن كوريا ومن غيرها، علشان كده بيروح ليها علشان يودعها قبل ما يسافر. ساعتها بتهجم عليه مجموعة من الناس من العملاء علشان يقتلوه، بس هو بيهرب منهم وبيقتلهم. وبعد 8 سنين بنشوف نام عبارة عن قاتل خطير محترف مأجور وشغال في اليابان، وكل اهدافه ان هو يقتل ناس معينة، والمفروض برضو ان هو عايز يقتل واحد اسمه كوريدا، وده راجل خطير وقتل ناس كتير وستات اكتر. وفي الاخر بيوافق إنام انه يقتل الراجل ده، وده برضو لانه عايز يكسب فلوس باقصى قدر ممكن. ساعتها بيقابل الشخص اللي متفق معاه وبيقول له انا عايز منك خدمة تانية، بس إنام بيقول له مش موافق لان انا قلت لك انا خلاص اعتزلت. بعدها بيروح بنك علشان يودع فلوسه، وبعدين بيقضي وقت ممتع في مطعم، وكان عمال يفكر هيعمل ايه لما يتقاعد، خاصة انه مش هيعرف يرجع كوريا مرة تانية، وده لانه مطلوب، وغير كده بقى شخص خطير في اليابان. بعدها بيشوف صورة لشاطئ على الحيطة بتاعة المطعم، وقرر ان هو يسافر مدينة بنما ويقعد هناك بقية حياته. وبنشوف ان حبيبته يانج جو القديمة عايشة في تايلاند، وكمان مبسوطة مع بنتها يومان، وبنشوفها وهي بتودي بنتها المدرسة وبتقول لها المربية هتيجي تاخدك بعد المدرسة. هي ما بتعرفش ترجع تاخد بنتها لانه كان في فرصة شغل مهمة بالنسبة ليها. بعد المدرسة جت مربية الاطفال وخدت بنتها وخطفتها ومرجعتهاش البيت، وعلشان كده راحت مكلمة مدير أعمال حبيبها السابق إنام وتقول له أنا بنتي اتخطفت وعايزك تساعدني أعرف مكان إنام. لكن مدير أعماله بيقولها أنا معرفش عنه حاجة. وبعدها بيرن عليها رقم تليفون غريب ويقولها من غير شوشرة ومن غير ما البوليس يعرف تعالي للمكان ده وهاتي معاكي فلوس. بعدها مديره بيقول له إن حبيبته كلمته وكانت عايزة تعرف مكانه، بس هو مرضيش يقولها. تاني يوم بيكلمه تاني ويقول له يانج جو اتقتلت. ساعتها بقى بيرجع لكوريا ويشوف جثة حبيبته، والشرطة بتقول له احنا شفنا جثتها في تايلاند جنب مينا، وما كانش متبقي معاها غير المحفظه دي. ولما إنام فتحها شاف فيها شويه صور لبنتها، وتاكد من كده لما قابل سون، وساعتها كان مصدوم لما عرف ان دي بنته هو شخصيا. وبعدها بيظهر واحد جديد اسمه راي وشهرته الجزار، وده يعتبر من اخطر القتله اللي موجودين في اليابان، وبنعرف انه واحد من اعز اصحابه مات. بعدها في واحد بيكلم إنام ويقول له خلي بالك في واحد اسمه راي شرير جدا وعايز ينتقم من كل اللي قتله صاحبه. بعد المكالمه دي في العربية بتخبط التاكسي اللي كان راكب فيه الراجل ده، وساعتها لما بيصحى بيلاقي نفسه مربوط في سرير، وبيجي راي يعلقه من رجليه ويعذبوه. هو بيعترف بقى بكل اللي يعرفه عن إنام، وبنشوف راي وهو في كوريا وبيحاول يدور عليه. إنام بيكلم سونج وبيحاول يعرف منه معلومات عن شخص اسمه لي عايش في بانكوك، ولي ده هيعرف إنام الاسباب اللي موتت حبيبته، وبعدها بيروح لبانكوك. اما راي بيقدر ان هو يوصل لسونج وساعتها بيقتله ويشوف صوره للبنت الصغيره. ساعتها بقى بيقرر ان هو يروح لبانكوك هو كمان. في الوقت ده إنام بيقابل لي ويقول له انا عايز اعرف معلومات عن يانج جو، وبيديله كمان فلوس. بنعرف ان الشخص اللي يانج جو كانت شغاله معاه كان شخص خطير ومطلوب، ويمكن كمان هو اللي خطف بنت يانج جو. إنام بيراقب وكيل العقارات ده، وبعدها بيدخل إنام عربيه الراجل ده وبياخد منه معلومات، وبيعرف ان هو اللي قتل يانج جو وبعدها بيقتله. بيكون قال له ان الطفله هتتقتل لان جلسه الاطفال قالت انا هقتلها وغالبا الوقت اتاخر وانت مش هتلحقها. قرر بقى ان هو يدور على جلسه الاطفال، وساعتها راي كان وصل بانكوك. وبيوصل راي لعصابه في البلد دي هتساعده بسرعه يعرف مكان البنت. ولما بيروح راي لرئيس العصابه بيكونوا عايزين يقتلوه، لكن راي بيقدر ينتقم منهم كلهم وبيخلي واحد بس منهم هو اللي عايش علشان يقدر يساعده ويوصل للبنت. لكن إنام هو اللي قدر يوصل لجلسه الاطفال الاول وخطفها هي وجوزها، وكان بيعذب جوزها علشان تتكلم، وبتقول له ان البنت لسه عايشه واحنا سلمناها لعصابه خطيره. وهنا بنعرف ان في فرصه ان إنام يقدر يوصل للبنت. بيعرف إنام ان العصابه دي بتتاجر في المخدرات، وغير كده العصابه كمان بتتاجر في البشر. بعدها إنام بيعرف واحده اسمها يو، ودي هتساعده ان هو يعرف يوصل للعصابه ويعرف مكان البنت. بيقرر إنام ان هو يتنكر ويروح لمكان العصابه، وكانه كده راجل جاي يشتري الطفل، وكان واخد معاه يوي علشان تترجم له الكلام التايلاندي. ولما بيدور على يو مين بين العيال ما بيلاقي
ملاقيهاش، وبيعرف ان في واحد تاني اشتراها. يوي بتقول لها هنديك فلوس اكتر من اللي الراجل التاني دفعها. ساعتها بتسيبهم الموظفه، ووقتها انام بيطلع صوره يومين ويسالهم حد يعرف البنت دي ولا لا. في طفل بيكون عارفها ويقول له في ناس خدوها هيعملوا ليها عمليه جراحيه. ساعتها بتيجي عصابه تانيه هتقتل يوي، بس انام بينقذها ويقتل كل العصابه دي. بيهدد الست اللي هناك وبتقول له خدوها وهياخدوا منها قلبها ومش عارفه المكان، لكن نفس الواد ده بيكون عارف المكان، وبنكتشف انهم خدوا منه كليته. ساعتها راي الجزار بيوصل، وانام بيطلب من يوي انها تاخد الولد وتهرب. وانام بقى بيتخانق مع راي، وفي الاخر بيقدر يحبس راي في اوضه. بعدها بيجري انام ورا يوي، بس بتيجي عربيه شرطه وتعتقل يوي، وانام ساعتها ما بيعرفش يعمل لها حاجه. بعدها راي بيقدر يخرج من الاوضه. البوليس بيجي ويحرر كل الاطفال ويقبض على العصابه دي. ساعتها بقى افراد العصابه والزعيم بتاعهم بيكونوا في خطر وعايزين ينتقموا من انام. بيحاول انام هنا يعرف مكان مصنع العصابه، وبيعرف ان راي قتل سونج، وانه بقى معاه تليفونه ولازم يخلي باله بقى هو بيعمل اي حاجه. ولما انام بيكلم راي بيقول انا هخلص عليك لو شفتك تاني، وراي بيقول له انا اللي هخلص عليك ومحدش هيقدر يوقفني عن اللي انا عايز اعمله. اما يوي البوليس كان عمال يحقق معاها في اللي حصل ده، ويوي ما كانتش عايزه تتكلم او تقول اي حاجه. ولما بتتهدد بتقول ان انام هيروح للمصنع اللي فيه العصابه، وبيعرف ان المصنع ده بيعملوا فيه كور، وبيشوف يومين وهي بتبص من الشباك. بيجي هنا الوقت اللي بياخدوا فيه يومين علشان يعملوا العمليه ليها، وساعتها بيقرر انام ان هو يطاردهم، وبيظهر قدامه راي وبيكون عايز يقتله، لكن انام ساعتها بيهرب منه. العصابه بقى بتكون هتعمل العمليه وتقتل يومين خلاص. وكمان بيجي ناس من رجال الشرطه وبتكون عايزه تقتل كل اللي موجود، بس انام ساعتها بيهرب. بيدخل انام للعياده ويقتل الكل قبل ما اي حد يلحق يعمل العمليه لبنته. وبعد ما يطمن على بنته بيكلم ليه علشان يقدر يلاقي طريقه يهرب بيها لبنما، وده زي ما كان عايز يعمل. الشرطه بتعرف تقبض على العصابه كلها وتوقف تجاره الاعضاء والمخدرات، بس بنكتشف ان في ناس من الشرطه كانت متعاقده مع العصابه، ودلوقتي الوضع بقى صعب. لحد ما بيجي راي وهو معاه قنابل كتير، وبيهددهم ان لو حد عمل حاجه هيفجر القنابل دي، وساعتها يقدر يخلص عليهم كلهم. في الوقت ده راي بيفهم رئيس العصابه ان كلهم متضايقين من انام، ورئيس العصابه بيقول لراي انا اللي هقتل انام بنفسي. بعد كده انام بيكلم يوي وبيقول لها قابليني في الفندق، وبيروح بقى يشتري لبس جديد ليومين بنته. وبيحاول انام ان هو يتكلم مع يومين، بس هي مش عايزه تتكلم خالص. ساعتها بيحاول ان هو يعمل الخدعه السحريه اللي امها كانت بتعملها ليها. بعد كده بنته بتحضنه ويتبسط انها بقت بتتكلم، وبيسيبها في الفندق ويروح يشوف واحد هيهربه بره البلد. ولما بيرجع الفندق بيلاقي ناس كتير من العصابه، ساعتها بقى بيقدر يقتلهم كلهم ويطلع الاوضه، وهناك بيلاقي راي ومعاه ناس كتير، وكلهم بيضربوه على دماغه لحد ما يفقد الوعي. راي بيقتل كل رجالة العصابة علشان ينتقم من انام بنفسه. اما يوي كانت في الجراج مستنية انام، ولما شافت راي بيخطف انام راحت داخلة فيهم بالعربية. ساعتها بتنقذه وبتخرجه من العربية، لكن راي كان معاه يومين في العربية وبيهرب بيها. انام ساعتها بيجري وراه ويضرب عليه نار وينط جوه العربية وبيخنقه لحد ما يلاقي الشنطة بتتحرك، وبيعرف ان بنته جواها. ساعتها راي بيطعن انام في صدره، لكن انام بيفجر قنبلة تقلب العربية لكن محدش مات. بتيجي يوي تاخد يومين من الشنطة والعربية وتهرب بعيد، ولما شافهم انام عرف ان بنته بقت بخير. ساعتها بقى رمى قنبلة وفجر نفسه وفجر معاها راي، وده لانه عرف ان كده بنته خلاص هتبقى بخير. وبيكون انام سايب شنطة فيها فلوس وتذكرة سفر لبنما، وكمان معاها بطاقات هوية جديدة، وبتسافر يومين مع يوي لبنما، وبتعيش الطفلة مع يوي في امان. والحد هنا بيخلص فيلمنا. طبعا في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات، وده علشان عندنا ملخصات نارية لسه هتنزل. شوفكم الحلقة الجاية، سلام.